السلام عليكم صباح الخير عليكم يا وجوه الخير ان شاء الله صبحتو كامل بخير وعلى خير وان شاء الله تلقاكم هاد لا فيديو كامل ملاح لا سونتي تاعكم مليحه آه، واش دار فيكم رمضان غلبكم ولا غلبتو قولوا لي دو الحمد لله آه، اليوم راني رجعت راني رجعت لكم بروتين تاع النصفيه على بالي بلي راني روطار لو كان نلقى كل يوم راح نبارطاجي معكم فيديو بصح لها غالب كل واحد والظروف نتاعو والحاجه الاولى اللي درتها اليوم يعني كي خرجت فراشي هكا الشميسه حبيتو باش يعني يتهاويتو ومن بعد دخلت للكوزينه ديسيديت اليوم آه ندير قلب اللوز بعد لهنايا رحت آه نكيل السميد تاعي البلا آه تاعي عندها 30 على 34 سنتيم ودرت خمس كيسان فينالمون لو درت غير ربعه خير باسكو يعني آه لقى شغل خرج لي خشين شويه بصح لقو تاعو جا هايل زعما هنايا قاعده نقيس آه زعما قلت بالك آه نعرف السمك تاعو فينالمون ماشي كيف, كيف كيف كي طيب وزيد يتنفخ خيط ويتشرب هذيك هذاك السكر مع الزيت دونك راح يتبدل السمك تاعو ماشي كيف كيف يعني كيلت كي هنايا يعني قست هنايا السمك نتاعو بوريا ومن بعد في جهه واحده اخرى وليت باش ندير الشربات هي الاولى درت زوج كيسان تاع السكر مع ربعة كيسان وليت تاع ماء ولي تاع القارص خلطت كلش ومن بعد حطيته فوق النار كي يبدا يغلي نحسب له عشر دقائق ونطفي عليه ونخليه يبرد اكوتي ونولي نقلب اللوز نتاعي نجيبو هكا يعني حاجه باش ندير بها باش راح نخلطهم بالبراميكسور ندير زوج كيسان تاع السكر مع كاس تاع الزيت نص كاس تاع حليب ونكملو بالمزه ونخلط هذا الخليط طري طري ونخلطه في السميد نتاعي وشوفوا هنايا الخليط كيفاش خرج لي كي هكا خرج حليب بصح جاي ثقيل كيما البن ولا وبديت نخلط يعني نزيدو في السميد نتاعي ونخلطو غير هكا بالاصابع ونديره في البلاط تاعي ونخليه يرتاح حوالي نص ساعه ومن بعد نعلمو هكا بالموس ونزيدلو الكاوكاو ونخليه يطيب لي وشوفوا شوفوا ليا كي طابلي جبت هذاك السيرو وبديت نديرو يعني هذاك السيرو درتو كامل باسكو راح يتشربوا لازم تخليوه هكا ربع سوايع خمسه سوايع باش يتشرب مليح يعني باش تقدروا تقطعوه هنايا قلب بلوس تاعكم يكون سخون والسيرو يكون بارد وشوفوا هنايا كيفاش خرج لي خرج ما شاء الله ويعني طيب من التحت وطيب ثاني من الفوق بصح انا حسيتو خشين شويه باسكو ما نحبش هيك حاجه خصي خشينه نتوما اذا عندكم بلاكيما اللي درتها يعني حاولوا تنقصوا في اسم تاعكم يخرج لكم سوا سوا بعد وليت لهنايا راح ندير الفطور ديسيدي ندير في النصفيه تاع رمضان الرشتة هنايا وليت كامل الخضره تاعي بون ما راحش ندير كامل هاد الخضره راح ندير ثاني بها لا يعني قشرتها كامل نص راح نديرو في الرشتة نص راح نديرو في لا بالنسبه للرشتة درت فيها الكورجيت راني قطعتها كيما راكم تشوفو لفت ازروديه وحبه بصل بصل رحيتها وشويه حميصه وعندي ثاني حبيبه تاع لفت رحيتهم كاين اللي قطعتهم اللي راح حيطهم ومرصو تاع الجاج. دونك الحاجه الاولى اللي راح نديرها ندير شويه زيت و آه وراح نخلي الدجاج تاعي باش يتقلى ونزيد يعني البصل آه آه بالنسبه لي راح ندير غير فلفل الكحل مع آه على تاع الدجاج الا يعني عندكم قرفه ديروا قرفه راح ندير هذاك البصل تاعي يتقلى مع الدجاج وراح نزيد لهم شويه ملح كما راكم تشوفوا وندير آه لي نتاعي قلت آه لكم درت فلفل كحل مع لي زيبيس تاع الدجاج وزد هذا اللفت اللي رحيته اللفت هذا اللي رحيته راح يعني يعاون باش تتخثر المرقه تاعي وزرودية ثاني زدتها باش تتقلى ونزيد ثاني هذاك اللفت اللي قطعته هكا دي مغصو نخلي غير الكورجيت مع الحميصه باسكو الحميصه راهي طايبه والكورجيت على بالكم تمتم طيب لنا دونك راح نخليها في الاخر كامل ونقلي هادو كيما راكم تشوفوا وندير لهم شويه هكا مريقه يعني نمرقهم يعني باش يتقل يتقلاو يتقل لي برك من بعد نمرقهم كامل ونخليها طيب وفي جهه واحده اخرى هنايا وليت للرشته تاعي باسكو مازالها يعني مكونجلية شويه راهي بارده دونك راح نفتحها كامل كيما راكم تشوفوا وندير لها شويه زيت زيتون ونروح نروح نفورها نفورها ثلاث خطرات نفورها الخطره الاولى ونجيب شويه المريقه تاعي تاع الرشطه يعني ندير نديرها حوالي نص كاس تاع المرقه تاعي يعني هذيك البيضه راح ندير لها هذه الرشطه ونخليها ونعاود ثاني نفورها نعاود هذه الطريقه تاع الماء بوغ لا دوزيام فوا وفي الاخر كامل كي نفورها الاخرى ندير لها شويه مارغارين وتكون الرشطه تاعي وشوفوا هنايا واش راح ندير نحيت هذاك الدجاج فتته كامل قطعته كامل كيما راكم تشوفوا راح نزيدو في المريقه تاعي ونقص عليها نخليها حتى يعني تطيب لي بيان وتبان يعني خاثرة شوفوا يعني عندها الماء وعندها ثاني الخضره سي بورساك طرت شويه الماء دونك يعني راح تطيب كامل وتولي لي هكا خاثرة نقص عليها النار ونخليها وفي جهه واحده اخرى اليوم ديسيدي ثاني ندير ملفوف تاع الباذنجان حبيت نشارك هاد لا معكم جاتني يعني بنينه بالبزاف كيما راكم تشوفوا قطعته هكا بالطول شوفوا هنايا تقدروا تقليوه في الزيت وتقدروا تطيبوه في الفرن كما انا حبيت نطيبوه في الفرن جبت شويه زيت هكا دهنت البلا تاعي وراح نحطو نزيد شويه نزيد شويه الملح شويه فلفل كحل وندخلو للفرن حتى يطيب لي فوالا هاوليك هذاك الباتنجان راهو طابري دوكا شوفو يعني راه طايب دوك راح نحشيه وبالنسبه للحشو اللي راح نحشي الباذنجان تاعي آه راح ندير البولي اشي مع حبه بصل شويه معدنوس نقليهم طري طري بيان وندير لهم شويه لي زيبيس فلفل كحل ولي تاع الدجاج حتى يتقلاو لي كامل يعني يطيبوا لي ثاني وبعدا نحشيهم يعني نحشي هذاك الباذنجان وبالنسبه للصوص اللي راح نديرها من يعني هنايا الملفوف تاعكم تقدروا ديروه اغراتان ديروه في الفرن ولا تقدروا غير هكا في مقله كيما راح ندير انا اليوم يعني تخلوه غير فوق النار نورمال هنايا عندي حبه بصل قطعتها وراني قليتها وراح نزيد حبه طوماطيش يعني راح ندير لاصوص تاع البصل تكون حمراء نزيد شويه ثوم شويه طوماطيش كونسونطري شويه ليزي زيبيس فلفل كحل وراس الحانوت يعني هادو ما راح نقليهم بيان ونمرقهم شويه يعني ندير الصوص تكون غوش كما قلت لكم وبعد كي نحشي الباذنجان تاعي راح نديرو في هاد لاصوص دونك يعني رايحين تشوفوا كامل هادو لي زيطات معايا وشوفوا هنايا هذاك الحشو راهو طابلي يعني سيبو دوك راح نحشيهم ومن بعد هنايا بقات لي هذيك الحشوه يعني اللي درتها تاع البولي اشي وعندي شويه لي كيش يعني هذوما السد تاع لي في الكونجيلاتور كي درت الخطره اللي فاتت لي كيش هذوما يعني يعني خلصت لي لاصوص نتاعي في هذاك النهار درت لكم لي, لي كيش بالـ بالسلق وبعدها خلصت لي هذيك لاصوص وهذوما يعني جمعتهم للكونجيلاتور يعني رجعتهم ما درتهمش بعد اليوم كي بقات لي هاد لاصوص حبيت يعني بلا ما تخسر لي تو حبيت نعمرهم من فوق ونزيد لهم شوي من هذيك لاصوص صوص روش فوالا وبعد ندير لهم شويه فروماج وندخلهم للفرن بالنسبه لهاد لاصوص لهنايا كي طابت لي يعني درت لها هكا شويه بالبراميكسور باش تروح يروح لي كامل هذاك البصل يعني كيب على بالكم انا قطعته ما دركا راح هاد الملفوف راح نديرو كامل للداخل ونخليه يعني حتى يتشرب هاد لاصوص كي قريب ياذن راح ندير له شويه فروماج رابي من الفوق وشويه معدنوس ويبقى الباذنجان تاعنا واجد وبزاف بزاف بنين شوفوا هنا هنايا الرشته تاعي راهي واجده عمرتها يعني في هذا راح نحطها يعني فوق لا طابل كيما على بالكم هنايا الدجاج راني درت غير مرسو واحد وفتت جو ما درتش هكا دي مورسو كبار ولا اه وفي جهه واحده اخرى ثاني شوفوا الملفوف تاعي كي طابلي كيفاش خرج لي بزاف بنين والفرماج كامل ذاب يعني خرج بزاف بزاف هايل وطيبت ثاني شويه قرنون لهنايا يعني نحبوه بالخل يخرج بزاف بنين وهذه هي لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون لا عجبتكم وما تنساوش تخليوا لي جيم وكومونتير شباب الى الفيديو القادم ان شاء الله ودمتم في رعايه الله وحفظه باي باي